السلام عليكم، معكم شيماء. مرحبا بكم في وصفات رمضانيه مع غاستروميكس. اليوم غادي نوجدوا لكم لي بات بروكولي اي سومون. نشاهدوا جميع تحضير ديال هذه الوصفه. اذا لتحضير هذه الوصفه اليوم غادي نحتاجوا لا كريم برو، كريم ديال الطبخ. غادي نحتاجوا لي بات، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال لي بات متوفر عندكم في المنزل. غادي نحتاجوا الزبده، ثومه اون بودر، غادي نحتاجوا ملحه، لبزار، بيرسيل، غادي نحتاجوا لي بروكولي، غادي نحتاجوا سومون، وغادي نحتاجوا موتزا بيتزا هكذا محكوكه على هذا الشكل، هذا فرماج غافي. اذا في مقله سخونه غادي نضيفوا الزبده، نخليوها حتى تذوب، كنضيفوا لا كريم برو، من بعد كنضيفوا السومون ديالنا مع لا كريم باش يطلق البنه ديالو، كنضيفوا شويه ديال الثومه، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وكنخلطوا جميع العناصر مع بعضياتها. كنخليوه في عافيه مهيله باش لو سومون يطلق لينا اللذه ديالو في لا كريم برو. من بعد كنضيفوا لي بات ديالنا اللي ديجا مسلوقين على هاد المكونات، وكنخلطوا كلشي. كنستمروا في الخليط على هاد الشكل هذا حتى كتجمع لا كريم. كنضيفوا عليها لي بروكولي، وكنبقاو على هذا الشكل هذا فوق عافيه مهيله. من بعد كنضيفوا الفرماج موتزا بيتزا، ونمشيو للتقديم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال لي بات بروكولي اي سومون. بالصحه والراحه. كيف ما شفتوا ان الوصفه في متناول الجميع وسهله الطريقه ديالها للتحضير. شاهدونا غدا ان شاء الله، موعدنا مع وصفه جديده مع غاستروميكس.